لا لا مش عارفه انام، مش عارفه انام، مش عارفه انام. اوف ايه ده؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه النور ده؟ الله يخليك، ده نورك. لا انا مش صاحي من نومه جملك، انا بسأل على النور ده. ايه النور ده؟ حرام عليك، مش عارفه انام منك يا اخي. ومين سمعك؟ ولا انا خالص. ولا انت خالص؟ ولا انت خالص ايه؟ ده انت صوت شخيرك بيرن في الاوضه، ده انت شفطت اللحاف والمخدتين. ده علشان انا بنام مرتاح الضمير، بشخر واشفط براحتي. الدور والبائع اللي مش عارفه تنام من وخز الضمير. لا هو انا الحقيقه مش عارفه انام من وخز الجنين، كل ما باجي انام كده العيل بيطبق على نفسي، مش قادره اخد نفسي. بس ان شاء الله الموضوع بسيط، الموضوع بسيط. اديكي قلتي الموضوع بسيط، بلاش بقى جو الافلام وبيطبق وبيعمل. ما كل الكائنات بتولد وبتحمل وبتعيش حياتها عادي خالص، انت ايه الافلام دي؟ افلام؟ حرام عليك والله افلام. بقولك ايه، استهدي بالله ونامي، ولو سمحت اتاخري شويه لان مناخيرك مؤخرا كبرت قوي وواخده تلتين السرير. ها مش عارف انا ليه مقفوره بالمنظر ده، حته عيل كيلو الا ربع ده، ده انا طحالي اكبر منه. انا ده انا متعشي قده وزياده. بطلي بقى بطلي، خلينا ننام. انت ازاي تقولي الكلام ده؟ طبعا ما انت لو فيك اللي فيا ها ما كنتش تقولي الكلام ده. بس هقولك ايه، روح يا شيخ، الهي تشيل شيلتي، الهي تشيل شيلتي. انا حامل، انا حامل، انا لغاية النهاردة مش مصدق. كل يوم بسأل نفسي السؤال ده، انا حامل ازاي؟ انا كنت واخد كل الاحتياطات. هي دي اول مره ليك؟ اول مره واخر مره. هو الدكتور اتاخر كده ليه؟ انا اصلا بعيط كده ليه؟ خلاص بقى، خلاص بقى اخويا، انا تاسع مره قابلك هنا واشوفك يا بتعيط يا بترجع. على فكره كده ممكن يجي لك جفاف اخويا، كده مش حلو للي زيك. هرمونز يا مان، اكتئاب حمل. عادي عادي، عارف بكل المعلوميه انا كنت زيك كده اول مره. اه والله يا الذكريات. في المره التانية الاحساس بدا يخف حبه حبه، الوجع قل. في المره التالتة والرابعه بدات اتعود. على فكره الخبره ليها عامل فظيع. شايف ضرب يا ابني؟ اه يا حبيبي. لا بس ده مش شبهه خالص، ده شكله طالع لمامته خالص. اه واخد دقن امه واخد ودان حماته. ده ما سابش حاجه في البيت. لا لا. عارف ربيع ده؟ انا ولدت الصبح كده وانا في كامل لياقتي يا حبيبي. اه والله يا دوبك حطيت مكانه الفرخه وشب المغات وخدت بعضي ونزلت اجري على الورشه، ويومها اشتغلت شغل ياما. رزق رزق رزق. اه هم الولاد كده يا ابو ربيع، رزقهم واسع. ربنا يديك ساعه سهله حبيبي. ربنا يديني ساعه اصلا. الحمد لله. عملت سونار وفور دي؟ طمنت على البيبي؟ لا لا احنا ما بنعملش الحاجات دي خالص. الله. احنا بنسيبها على ربنا وكل اللي يجيبه فل. والاربعه بقى يا ابو ربيع ولدتهم هنا عند نفس الدكتور؟ لا اول مره كانت عند الدكتوره اسمها سهيره عبد القادر. سهيره عبد القادر دي شاطره جدا، انت ما كملتش معاها ليه؟ طيب دي دكتوره فظيعه، تحط ايدها على بطن الراجل مننا كده. لا لا ابو ربيع، لا مؤاخذه حبيبي، لا مؤاخذه اخويا، العيل روح مسلوت من هنا في وسط الصاله على طول يا حبيبي. بس مراتي بقى، مراتي غيرها قوي، بتموت فيا. نبهة ازرق بس شكلها بتحبك. ام العيال بقى. قلت بقى ايه، اخدها من قصرها واجي اكشف عند دكتور راجل بقى، ارتاح بقى. رجعيه رجعيه وتخلف. انا مراتي عندها نفس الانسكيورتيز دي. يو يو التليفون التليفون. معلش انا مالك اخويا، بس انا بقوم على سبع مراحل. على مهلك حبيبي، على مهلك. معلش شكرا يا ابو ربيع، شكرا. ايوه ريهام، هكون فين يعني؟ عند الدكتور. انا على فكره قلت لك وانت ما سمعتيش وتقريبا ما اهتمتيش، ولا حتى عرضتي عليا تيجي معايا المتابعه. يا سلام، يعني بتعملي العشاء؟ تسلم ايدك يا ستي، انا بعمل بيبي هنا يا حبيبتي، بعمل بيبي. ايه انا اللي مصعب الحياه؟ انا لا مؤاخذه يا ابو ربيع، ماشي لا هتعدل لها معلش. انا اللي مصعب الحياه؟ انت عمرك ما هتفهمي يعني ايه حياه، ولا تفهمي كلمه حياه دي الا لما يكون عندك، الا لما يكون عندك حياه بتتكون جواكي. ريهام، ريهام باي باي، مع السلامة يا ريهام. معلش عشان في حياة بتتكون دلوقتي حالا، هي بتتكون. مع السلامة. أنا ما بقتش طايقها. هم كلهم كده. أبو ربيع سلامتك. العيل بيخبط في جدار البيع ده. لا يا ساتر يا ساتر. إيه ده؟ بيخبط في جدار الحاجز. لا إيه ده؟ ده طالع على دماغك. هم كلهم كده. هم كلهم كده أخويا. عندهم لا دم ولا إحساس. جيبوا الإحساس منين؟ أنا حاسس إن هي ما بقتش بتحبني زي الأول. بس ما تزعلش مني يا مان، يعني كلام من حامل لحامل. مناخيرك كبرت قوي. لا ده إيه ده؟ لا كبرت قوي وباين. أنا بحس. ثواني يا أبو ربيع، عشان تبقى فاهم يا معلم، أنا مناخيري كبرت كده عشان أنا حامل في بنوتة. أنت عارف إن البنات بياخدوا كل حلاوة باباهم، ها؟ صح يا أبو ربيع؟ صح يا حبيبي.
والله العظيم انت زي الفل. ميرسي. وبعدين هم عايزين مننا ايه تاني يعني؟ مش كفايه؟ مش كفايه اللي احنا شايلينه على قلوبنا ده؟ هيعوزوا مننا ايه تاني؟ انا ما بقتش طايق اشم ريحتها في البيت. انتوا كمان كده؟ انا لا لا لا، بس احنا مش عايزين الطاقه السلبيه تتملكنا. أيوه. احنا عايزين ناخد بوزيتيف انرجي. تيجي نعمل مديتيشن، تمارين نفس. يلا يلا يلا. دي ريحه حواوشي دي بقى، صح كده؟ لا ده كشري بالكبده. لا لا ده حواوشي. لا في حاجه ضاني. لا بس انا شكلي جات لي قرفه، لان النهارده الايه؟ النهارده الاربع. انا عشان يوم الاثنين اكلت تقريبا 46 نص، فقفلت منه تقريبا 46 نص. لا يا معلم، احنا لازم نخلي بالنا من شكلنا، احنا عايزين نرجع السكس باكس دول 7 بعد الولاده. عشان تبقى فاهم بقى، I'm watching my weight. انا ايام الخطوبه كنت بلبس مايو سبيدو، كنت بلبس ساحل كله والله العظيم. يا خساره، كنت بدات احترمك على فكره. هو انت بتعرق كده ليه؟ لا لا مفيش حاجه، مش بعرق. لا حاسس بوجع بيروح ويجي؟ لا لا لا، ده الطلق ده اللي جالك ده؟ لا 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 لا، انت شكلك كده دلوقتي. لا دلوقتي هتيجي كل حاجه هتبقى سهله. لا مش دلوقتي ولاد كويس. لا 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 الحمد لله الحمد لله. لا ده كرشي ده عادي الحمد لله. ده ايه ده؟ في ايه النور ده؟ لا 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 يا حبيبتي، ده نورك. معلش انا ازعجتك ولا حاجه؟ انت ايه تعبانه؟ اجيب لك حواوشي من ابو ربيع، احط لك مخده، اي حاجه؟ مش عايزه حاجه، حرام عليك، انا ما صدقت انام. انا اسف حبيبتي، معلش. الله يكون في عونك. ايه ده؟ هو انا على ما نمت وصحيت في الوقت ده مناخيرك لحقت تكبر تاني شويه؟ اوكي.